ظهر يا شباب ان احنا مش هنخلص من قصة روك ستار ديت. طبعا لو انت كنت نايم في كهف بقالك كام يوم كده، فروك ستار اتعرضت لهجمة تهكير، ودلوقتي عرفنا مين الهاكر وطلب ايه من روك ستار وايه الحاجات الفعلية اللي معاه، والموضوع ده هينتهي ازاي. اعمل سبسكرايب وكمل مع الفيديو. اهلا وسهلا بيكم في قناتكم فيرست ستيب جيمنج. اللي ما يعرفنيش اول مره بيتفرج عليا، انا اسمي كريم، بقدم مراجعات عن الالعاب وعن الاجهزه، منور قناتك يا باشا. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ان في هاكر عمل هجمه الكترونيه على المين فريم بتاع روكستار، ونزل مقاطع فيديو كتير جدا عن لعبه جي تي اي 6، وادعى ان هو يمتلك السورس كود بتاع جي تي اي 5 وجي تي اي 6. اللي مش فاهم ما هو السورس كود، هو الكود الاساسي للعبه، يعني اللي معاك كود تقريبا مع اللعبه. ناس كتير طلعت كذبتني وقالت لي يا كريم انت بتقول ايه، شركه روك ستار اعلنت وردت وقالت ان مفيش مشاكل والدنيا تمام والدنيا حلوه وما تخافوش. طبيعي ان الشركه تطلع تقول كده، لكن الشركه ما نفتش حقيقه التهكير. وطبعا المعلومات مغرقه الانترنت ومصادر كتير جدا، فعلا الشخص دوت معاه السورس كود بتاع جي تي اي 5 جي تي اي 6 وبولي 2 بولي الجزء الثاني. وفي مراسلات كتير مع شركة روكستار بيحاول يفاوضهم، يا اما هيبيع السورس كود دوت او هيسيبه على الملأ، وده هيكون تدمير للعبة جي تي اي 5 وجي تي اي 6 اللي هم عمود روكستار وعمود تيك تو. نروح بقى للشق، من هو هذا الشخص الفاجر الجبار اللي عمل الكلام ده؟ الكلام اللي انا بقوله يا جماعة ده مش كلام جديد، يعني لو فتحتوا اي فيديو من الفيديوهات اللي بتتكلم عن الموضوع ده هتلاقوا نفس الكلام تقريبا. الولد ده هو ولد من بريطانيا عنده 16 سنة. ولد من بريطانيا عنده 16 سنة. والولد دوت يقال ان هو مصاب بالتوحد. والناس اللي بيبقى عندهم موضوع التوحد ده يا جماعه، في ناس بتبقى اذكيه جدا لدرجه مش طبيعيه، يعني اذكى مني ومنك ومن ناس كتير قوي. الولد ده ما عملش هجمه الكترونيه على روك ستار بس، لا ده عمل هجمه الكترونيه على اوبر، وخد بيانات العملاء ببيانات كروت الفيزا بتاعتهم بكل حاجه. ودلوقتي اوبر وروك ستار جيمز بيتعاونوا تعاون وثيق مع بعض علشان يجيبوا الواد ده. طبعا حضرتك دلوقتي متخيل ان في ناس قاعده على الكمبيوترات بقى، والكمبيوترات عماله تطلع دخان وتطلع نار، وهنجيب الهاكر ده، هنجيبه، نجيب مكانه، هننفخه. الموضوع مش زي ما انت متخيل يعني. طبعا روك ستار جيمز واوبر لجأوا للاف بي اي، والاف بي اي هي اللي هتبشر التحقيق من هنا، علشان بعد كده لما يثبت عليه هذا الاتهام وهويته تبقى مؤكده ان هو اللي قام بالكلام ده فعلا، لازم يبقى عندي دليل مادي، هيبداوا يوجهوا اتهامات. ومفروض الحكومة البريطانية بتتعاون مع الحكومة الأمريكانية في هذه المواضيع لما بيبقى في مجرم دولي. لكن هنا بقى تعالى نتكلم على كمية الدمج وكمية الضرر اللي تسببها هذا الشخص. بعيدا عن فكرة التعاطف معاه أو التعاطف مع روكستار، روكستار حلوة، روكستار وحشة، وفي ناس كمان جامدة جدا في التعليقات بتاعت الفيديو اللي فات قالت لي هو ليه ما هكروش ليه ما هكروش إلكترونيك أرتس؟ فيعني بصراحة يعني أنا أؤيدك في هذا الامر. لما نيجي نتكلم يا جماعه عن السورس كودز، وطبيعي ان روك ستار تطلع تقول لكم ان الدنيا تمام، مش لازم تقول لك ان الدنيا متدمره. كده مفيش جي تي اي، كده اي شركه ممكن تصنع لعبه جي تي اي، اي حد يقدر يتحكم في هذه اللعبه من حيث ان هو يخش سيرفراتها الاونلاين يقفلها، يخش على اللعبه ويهكرها تماما عن بكره ابيها ويغير كل حاجه فيها. فانتوا بتتكلموا على ملايين وملايين من الدولارات، بل بالفعل حصل ان امبارح اسهم روكستار جيمز نزلت في البورصة، وامبارح روكستار جيمز خسرت 500 مليون دولار. طبعا انا عمري ما شفت في حياتي مليون جنيه، فتخيل بقى انت بتتكلم في مليون دولار، لا دول 500 مليون دولار. ففي ناس يعني عملت نظرية، انا ممكن اسميها هي مش نظريه حماده قوي، يعني هي شبه حماده لكن هي نظريه قابله للحقيقه، ان روك ستار جيمز بتكسب تعاطف الجماهير بان هي تقول بقى عين انا اتهكرت وبتاع. لكن يا جماعه الشركات ديت تحب اقول لك ان هي ما بتفكرش بالطريقه ديت، لان هو مش من مصلحته ان هو يخسر في البورصه او اسهم بتاعته تنزل. مفيش شركه بتطلع تعمل على نفسها دعايه سلبيه علشان تكسب اي نوع من انواع التعاطف في مقابل 500 مليون دولار. انت مش متخيل الرقم ده شكله عامل ازاي، يعني الواحد لما بيجيله كده سبوبه كده والفيديو يطلع له 20 30 دولار، يعني 500 600 جنيه بيفرح، تخيلوا 500 مليون دولار. فانا واحد من الناس هستبعد نظريه الحماده اللي بتقول ان روك ستار عميله وهي اللي عامله الموضوع ده علشان تكسب تعاطف الاخرين.
لكن انا من اصحاب نظريه ان في موائمات هتحصل ما بين روك ستار جيمز وهذا الشخص. روك ستار جيمز رد فعلها بقى المفروض يبقى عامل ازاي؟ مبدئنا يا جماعه اللي ما يعرفش الشركات اللي زي روك ستار جيمز واوبر والناس ديت، الناس دي مش لطيفه، الناس دي ممكن تاكلك على عشاء عادي جدا. فهذا الشخص يعني انا بقول له ربنا يكون في عونك، لان انت هيتعمل معاك الجلاشه. وزي ما قلت لكم يا جماعه صدقوني مش ناس قاعدين على الكمبيوترات يعني بيعملوا كده حاجات وعمال يكتبوا بقى عشان يحاربوا هذا الهاكر الشرير زي ما بتشوفوا الافلام. لا، الناس دي مثلا لما بتوصل معاه ال 500 مليون دولار بيبقوا ستايل جون ويك. طبعا عارفين جون ويك يعني، فاهم؟ مبعتين 3 4 جون ويك يقول لك انا عايز الليله دي تخلص تختفي ومحدش يسمع عنها حاجه، ويطلعوا ببيان بقصه بموضوع. يعني الشركات ديت يعني ممكن بتوصل ان هي داخله داخل الحكومات. فالواد ده هيتعمل معاه جلاش، يعني الواد ده فعليا هيتعمل معاه. انا مش عارف هيعملوا فيه ايه، بس انا بقول لكم رد فعل روك ستار هيكون قريب وقريب جدا. طيب هنفترض بقى ان الامور مشيت بسلام، يعني ما مشيتش بقى بستايل جون ويك، والامور مشيت في نصابها الطبيعي ومفيش حاجه اتسربت والحاجه رجعت تاني. اتوقع ان جي تي اي 6 هتكون موجوده 2023، ومش بعيد كمان يبقى بولي 2. لكن في هذه الحاله اتوقع ان احنا قدامنا سنتين او ثلاثه على الاقل، من 2025 ل 2026 علشان نقدر نشوف جي تي اي 6 لو الاوضاع وصلت بالمنظر ده. اول حاجه دي ما اتسربتش في ايد ناس تانيين، ودي لسه روك ستار ما ردتش علينا فيها. لكن الكلام اللي بنقول لكم ده فعلا يا جماعه كلام مؤكد، مش كلام هجس. احنا ما بنهجسش عليكم، مش من مصلحتنا ان احنا نهجس عليكم في اي حاجه. فاللي فاكر ان الدنيا وردي والدنيا لذيذه، لا، الدنيا خربانه في روك ستار. انت بقى كجيمر يعني انت كحماده هتعمل ايه؟ انت جايب جي تي اي 5 وجايب بقى مستني جي تي اي 6، طب انت هتعمل ايه؟ يعني في الوقت الحالي عيش عادي جدا. لكن لو انت بصيت لقيت ان سيرفرات اللعبه اتقفلت يعني عادي. لو لقيت ان انت بتشتري حاجه كارت الفيزا بتاعك مش عارف حصل فيه ايه برضو عادي. لو لقيت ان انت بتعمل لوجن على روك ستار او اونلاين مثلا شبكه روك ستار ولقيت نفسك مش عارف تعمل لوجن عادي برضو. لو لقيت ان انت نزلت اللعبه كل ما تنزل تلاقي 500 مليون 900 الف هاكر عادي برضو. نتمنى ان الناس اللي دفعت ثمن اللعبه ما تعانيش اكتر من كده، وان روك ستار تحل الموضوع دوت في اقرب وقت. ونتمنى ايضا ان يعني يبداوا يحترموا نفسهم زي ما احترموا نفسهم النهارده وبداوا يقدموا فروض الولاء والطاعه للاعبين. النهارده يا جماعه روك ستار نزلت خصومات من 40 ل 60% على جراند ثيفت اوتو 5 وعلى ريد ديد ريديمشن 2 على ايبك جيمز. يعني انت لو دخلت على ايبك جيمز دلوقتي هتلاقي في خصم على ريد ديد ريديمشن اونلاين وعلى جي تي اي 5 60 و40%، فده رقم ده اكتر من نص. فتقريبا معرفش بيحاولوا يلموا بقى الملاليم اللي موجوده في السوق، ولا هم بيحاولوا يصالحوا الناس عشان الناس تدعمهم. على العموم يعني لا صوت يعلى فوق صوت المعركه، واحنا ما وردناش غير روك ستار. يعني انا نفسي افتح اعمل انبوكسنج بتاع الجيمز اللي وردتها لكم في الفيديو اللي فات. والله البوكس اهو لسه زي ما هو اهو، يعني المفروض تصوره النهارده، بس روك ستار مش هتقدر تغمض عليك. وبصراحه اي كلمه بتتقال فيها جي تي اي 5 جي تي اي 6 بتجيب مشاهدات. فانت بقى لو انت اتفرجت على الفيديو لغايه دلوقتي انت برنس وانا بحبك جدا. فانت تعمل سبسكرايب وتعمل لايك، ولو الفيديو ده عجبك تنساش تنزل تكتب لنا كومنت تقول لنا رايك ايه بقى في الهبل اللي بيحصل ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم كريم من قناتكم فيرست ستيب جيمنج، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه.